صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة. برامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال برنامجنا مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق ميرا القفري، في الإخراج وائل قواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. حياكم الله ويانا. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مستمعينا مثل ما عودناكم نبتدي بخبرنا المحلي أو العالمي، واليوم بنتكلم عن تعلم لغة ثانية قد يساعد في تأخير الإصابة بالخرف بمقدار 7 سنوات. تقول دراسة، وهي دراسة جديدة أجريت في جامعة HSA في موسكو، بأن تحدث لغة ثانية حتى لو بشكل جزئي يمكن أن يساعد في تأخير الإصابة بالخرف بمقدار 7 سنوات. ويعتقد العلماء أن تحدث لغة أجنبية يمرن الدماغ ويعطي الحافز للدماغ لدرء التدهور المعرفي، وعلى نقيض العوامل الأخرى اللي يعتقد بأنها تحمي الذاكرة مثل ممارسة الرياضة أو اتباع حمية معينة، تبقى اللغة معنا طيلة حياتنا. وقد وجد الباحثون بأن الأشخاص اللي يتحدثون لغتين يتأخر تشخيص إصابة الخرف لديهم لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات في المتوسط، مقارنة بالأشخاص اللي يتحدثون فقط لغة واحدة. وأظهرت دراسة أخرى بحثت في التجارب المعرفية أن كلما كان الإنسان أكثر طلاقة في تحدث اللغة الثانية كلما كان أقل عرضة للخرف. وقال فيدريكو غالو من المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية في روسيا أن نتائج الدراسة الجديدة تشير إلى أن تعلم لغة ثانية قد تكون واحدة من أقوى الطرق للحماية من الخرف. وأضاف قالوا يمكننا أن نتخلى عن التمارين البدنية وعن نظامنا الغذائي وحتى عن أعمالنا، ولكن اللغة تبقى معنا طوال الوقت، حيث أننا نتواصل بها، نشاهد الأفلام الناطقة بها، ونستخدمها في قراءة الكتب. يعني هذه الدراسة كذلك مستمعينا تعطي حافز أن الأشخاص يبتدون يتعلمون لغات جديدة، منها معرفتهم تزيد. النقطة الثانية يتعرفون على حتى ثقافات أخرى، كل ما تعرفنا أو تعلمنا لغة ثانية مختلفة عن لغتنا الأم طبعا نتعرف أكثر على الثقافات الخاصة بهذا البلد اللي تابع له هذه اللغة. هذا كان خبرنا المحلي أو العالمي، والجميل فيه كذلك أن تعلم لغة ثانية يساعد في تأخير الإصابة بالخرف على حسب الدراسة أن 7 سنوات يمكن تكون أكثر يمكن تكون أقل، بس هذا الشيء يعطينا حافز أكثر أن الأشخاص يعتمدون على زيادة ثقافتهم، زيادة حتى التمارين اللي نستخدمها للمخ أساس، يعني تكون إن أهله أن ما يتعرض للخرف أو النسيان في فترة مبكرة من العمر. مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثانية، ومثل ما عودناكم اللي هي فقرة السوشيال ميديا، وبنتعرف على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويانا زميلتنا أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحت الله بالنور سرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. لي نأخذ مجموعة من الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن أهمها مجموعة تنصايح اللي نحن نحطها بشكل
نستمر في قنواتنا. بس قبل ما نتكلم عن النصائح اللي حنحطها، نحن مشاركين في حملة المليار وجبة، ونشجع الجميع أنهم يشاركون معنا. نحن تقريبا يوميا نعرض الرابط الخاص بالتبرعات في الحساب، نعم ونشجع الجميع أنهم مجرد يضغطون الرابط يختارون القيمة اللي يبون يدفعونها ويخلصون. إجراءات وايد بسيطة، ممتاز. لأن يعني مثل ما نقول دائما نحن شهر رمضان اوريدي مجربين ان الواحد تم عدد من الساعات بدون طعام، لكن صحيح هناك غيرنا يتم يمكن مو بيوم واحد، بالايام اكثر من اسبوع بعد يمكن ما يكون عندهم الاكل او الاحتياجات الرئيسيه. لذلك احنا دائما نقول ان كن عونا لهم، لمن هم اشد احتياجا يعانون من سوء التغذيه، واحيانا الاغذيه موجوده لكن هناك سوء في التغذيه، سوء في المياه، وهاي من ضمن الاشياء. فلذلك احنا حاطين رابط ونعرضه بشكل يومي في قنوات التواصل الاجتماعي، ونذكر الجميع انهم يتبرعون فيه. ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي مجموعه من النصائح اللي حنحطها في شهر رمضان المبارك، من ضمنها الرياضات، مثل الاشياء اللي لازم الواحد يسويها وما يسويها شهر رمضان، مثل الرياضه، ممارسه الرياضه قبل ساعه من الافطار يساعد في انقاص وحرق الدهون ما لم يكن هناك مانع صحيا، مثل أصحاب أمراض المزمنة قد يمكن غيرهم يسوون رياضة قبل الإفطار، لكن الأصحاء يقدرون يسوونه، وأيضا يساعد في تخفيف الوزن إذا كان قبل الإفطار. صحيح، أسمع كذلك نوعية الرياضة اللي الشخص يمارسها، يعني صحيح أي وإذا كان متعود يمارس أو ما أو الشخص كذلك مو متعود يمارس، يعني هاي تلعب فارق كبير. يعني في ناس يمكن مو متعودة تمارس وتبتدي من البداية قبل الفطور، وتدخل بألعاب ثقيلة وألعاب تكون يعني تتعب الشخص على صحيح. أساس أن نزول نحن الوزن بعد يكون أسرع. دكتورة نحن ننصحهم أنه يعني يمارسون، حتى اللي متعودين يمارسون رياضة ما يمارسون الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة صحيح أو في مكان حار، لأن حتى لو كانوا متعودين هالأشياء تزيد من إجهاد الجسم، خصوصا نحن يعني ما بنقول الجو بارد، الجو بدأ يحرق تدريجي ندخل موسم الصيف، صحيح لذلك ان الشمس فعلا حرة. يعني فنحن ننصح الاشخاص اللي يعني حتى لو كان يعني بعد الصيام يتجنبون ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس أو في وقت الظهيرة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها التركيز على النوم في شهر رمضان، الحصول على قدر كافي من النوم صحيح متواصل على الأقل 4 ساعات في النوم، يعني في الليل قبل السحور. ودائما احنا ننصح خصوصا الفترة الجاية وفترة القيام انه على الأقل ينامون فترة الظهيرة ساعة، يحاولون يعوضون، ما في شيء يعوض النوم في الليل، صحيح لأن نوم الليل له يعني فوائد أكبر بكثير من النوم في الصباح. ونحن ما نشجع دائما الواحد يرقد الصبح، لكن القيلولة اللي ياخذونها وقت الظهيرة هي مفيدة، لكن احنا ننصحهم انه خلال شهر رمضان انه ياخذونها القيلولة، لأنه غالبا اغلب الناس ما يقدرون ينامون فتره طويله او 7 ساعات او 8 ساعات اللي نحن دائما ننصح فيها في وقت الليل. صحيح ودائما اهم شيء انه قبل ما ينامون ما يكون يعني ما يكون في افراط في الاكل، لان هذا يسبب لهم وايد مشاكل، خصوصا اللي عندهم مشاكل في المعده والارتجاع. لازم على الاقل يخلون كم من ساعه قبل ما انهم يرقدون، ل يعني عشان ما يكون في اي ارتجاع في المريء. تقريبا هالنصائح اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للكل الصحة والسعادة. نتمنى للجميع الصحة والسعادة، وشكرا أسمع على هذه النصائح، وأنكم تذكرون الناس فيها حتى يعني على آخر فترة في رمضان، لأن هاي النصائح جدا يعني حتى على بساطتها الأشخاص ممكن تقول عادي نحن عارفينها، بس تذكير الناس فيها بالعكس يلعب دور كبير. يعني مثل ما ذكرتي الرياضة، مثل ما ذكرتي النوم، يمكن ناس وايد تأثر نومهم خلال فترة رمضان، لأن يعني يكون عندهم نقص كبير في النوم، يعني ما ينامون في الليل، ينامون الظهر يمكن ساعة أو يعني، وجسمهم يكون مجهد، يعني حتى ما يحسون انهم قاعدين ينجزون خلال شهر رمضان. بالعكس يعني رمضان يعني يقدر الواحد يستغل بطريقه صحيحه اذا من البدايه حط له جدول وحط له نقاط مهمه يركز عليها خلال هذا الشهر. اسمنت جناحي، شكرا لك.
مستمعينا كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا، وكانت ويانا الأستاذة أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين مثل ما عودناكم فقرتنا اللي هي الفقرة التقدوية، واليوم بنتحدث عن موضوع مميز وجميل كذلك. اليوم بنتكلم في حلقتنا عن الأقذية القلوية وأهميتها لصحة الجسم وفوائدها المتعددة بشكل عام. ويسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة عفرة بن كتة، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس قسم التغذية بمستشفى دبي. صبحت الله بالخير أستاذة عفرة. قسم الأقذية أو فقرتنا التقدوية نحاول نركز على مواضيع شوية تشد انتباه الأشخاص أو تثير تساؤلات كثيرة ويحتاج الواحد يتعرف عليها أكثر وأكثر. طبعا اليوم نتحدث عن الأقذية القلوية، طبعا لكل نوع من الأقذية أهميتها. سبحان الله، يعني وكل غذاء يكمل أو كل نوع يكمل النوع الثاني، ما نقدر نعتمد على شيء واحد فقط أو على مكونات معينة فقط. كل شيء في غذائنا أو في يعني سبحان الله منتجاتنا الغذائية لها دور في جسمنا. فويانا الأستاذة عفرة بن كتة، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس قسم التغذية بمستشفى دبي، وتحدثنا عن الأقذية القلوية. صبحت الله بالخير أستاذة عفرة. صباح النور عليكم وعلى مستمعينا اليوم، وإن شاء الله نفيدهم في حلقتنا اليوم. حياك الله ويانا برامج صحة وسعادة. يا هلا فيكم. اليوم أستاذة عفرة يعني موضوعنا يعني يشد الانتباه صراحة، يعني خاصة أن بنتحدث عن يعني الأقذية القلوية، وأي واحد يسأل أو يسمع حابب يتعرف أكثر يعني شو مفهوم الأقذية القلوية أو شو نعني بالأقذية القلوية. طيب بداية إحنا نعرف أن تركيز واهتمام الأشخاص دائما لما يتكلم عن التغذية يهتمون دائما بالسعرات الحرارية وكمية الدهون المتناولة في وجباتهم. صحيح، هذا هو تركيزهم الأساسي، ويقل اهتمامهم بنوعية الأغذية المتناولة. النوعية وايد جدا مهمة في النظام الغذائي لأن لها تأثير على التوازن الكيميائي في الجسم، وهذا يؤدي إلى خلل في صحة الجسم. ومن مشاكل الصحية ما يعرف بالخلل، هذا الخلل اللي احنا نقول عنه شيء اسمه الخلل الهيدروجيني أو درجة الحموضة والقلوية بالجسم، وهي المعروفة علميا اللي هي تبدأ من 0 إلى 14، هي درجة حموضة الجسم. دم الإنسان والبول، والدم الصحي في الإنسان هو يكون الرقم محايد فيه اللي هو رقم 7، وهذا رقم قلوي بشكل طبيعي، يعني قاعدي وبشكل طبيعي. إذا هناك أغذية معينة تؤثر على تغير هذه الدرجة، إما ترفع لك القلوية إما ترفع لك الحامضية، وكلها لها سلبيات ولها إيجابيات. صحيح. فهناك إحنا نقول عندنا مثلا إذا زادت نسبة الحموضة في الدم، وخصوصا لما إحنا نتناول أغذية كثير حامضية، صح، فهذه التغيرات البسيطة تحدث اضطراب في الجسم، يعني يصبح الوسط هذا مناسب جدا لنمو البكتيريا والفطريات في أجسامنا لو ارتفعت الحموضة. نعم، فنحتاج لهذه الأقذية القلوية عشان يكون في توازن. إيه، فإذا الحموضة زادت يشعر الجسم بالثقل، يحس الإنسان ثقيل، قليل الحركة، سبحان الله، الاكتئاب والضيق فيه، لأن نسبة الحموضة لازم تكون في جسم الإنسان ما يتناول أكثر من 30% من الوجبات اليومية، وإلا تزيد نسبة الحموضة. نعم. إحنا نوصي إن لازم يأخذ نسبة أعلى من القلوية، الأغذية اللي تحتوي على النسبة القلوية عن طريق الغذاء. نعم. هذه الأغذية القلوية تخلي الإنسان يشعر بنشاط وطاقة وتركيز أكثر، كما تزيد مقاومة الجسم بارتفاع المناعة فتقل معدلات العدوى في الجسم. نعم، هاي بالنسبة لفوائدها للجسم.
الأغذية اللي هو القلوية. القلوية، احنا نحاول نزيد النسبة بالقلوية على اساس انه ما تنمو البكتيريا والجراثيم في الجسم نظرا لارتفاع الحموضية، فدائما نحافظ على قلوية الدم في الجسم. نعم، انزين نبغي نعرف أمثلة على هذه الأغذية القلوية بشكل عام، يعني أساس الواحد يتعرف شو هي الأغذية اللي تكون قلوية. نبدأ أول شيء بالأشياء اللي نتجنبها اللي هي الحامضية. نعم الحامضية هي عالية البروتين، الأغذية عالية البروتين، عندنا اللحوم والألبان وما إلى ذلك. نعم الإنسان الطبيعي له حصص معينة ياخذها، زيادة عنها تزيد الحموضة في الجسم. عندنا كذلك الأغذية الكربوهيدرات مثل عندنا الأرز والمكرونة، الإنسان له حصة ياخذ منهم، لكن إذا زادت النسبة تزيد الحموضة في الدم. صحيح كذلك السكريات، الحلويات، القهوة، الشاي، هذه كلها بكميات كبيرة تزيد حموضية الجسم فتؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي. أما الأغذية القلوية وهي المفيدة للجسم، المفيدة للجسم اللي هي بشكل عام الخضروات والفواكه، لأنها تعادل قلوية الدم اللي يحتاجها الجسم وتجنب كثير من الأمراض. ممتاز. طبعا استاذة عفراء، هناك فرق، ذكرتينا الأنواع اللي تحتوي على الأغذية اللي هي الأغذية اللي تحتوي على الحموضة أكثر أو الأغذية الحامضية حامضية، اي نعم. والأغذية القلوية، نبغي نعرف أكثر يعني شو الفرق بينهم؟ الفرق ان الاغذيه اللي قلنا عنها القلويه اللي الخضروات والفواكه تحتوي على انواع من المعادن نعم اللي هي غنيه بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه المعادن في النهايه لما الجسم يهضم وتوصل لهذه الانواع من المعادن هذه تؤدي الى ان الدم يصير قلوي بسبب وجود هالنوع من المعادن. يعني تبتدي اما تقل فيه الحموضة. ايوه بسبب وجود هالنوع من المعادن اللي هي الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في نعم الخضروات والفواكه تخلي الدم قلوي وهي مفيدة للجسم. نعم وبالنسبة للأغذية الحامضية هي تزيد الحموضة في الجسم. ايوه تزيد الحموضه لدى وجود نهايه هضمها بعد تظهر منها معادن معينه مثل الفوسفور وما الى ذلك، هذه المعادن تزيد من حموضه الجسم وقلنا ما يترتب عليها من مشاكل صحيه. صحيح، وهاي يدعونا كذلك استاذ عفراء ان نوازن في اكلنا، يعني ما نفكر نعم فقط في السعرات الحراريه، يعني نفس ما ذكرتي انت صح، اي شخص الحين اهتمامه هل اكله كم سعره حراريه فيها؟ هل وجبه كم؟ والدهون، والدهون والدهون. والسعرات الحرارية هذا اللي يركزون عليه. صحيح، ويحتاج فدائما نركز احنا على نقول الاشياء. القيمة الغذائية ونوعية الأكل اللي ياخذ الإنسان هي أهم 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 كثير من السعرات وكمية الدهون. نعم ذكرتي أن الأغذية القلوية تعتمد على أنها تكون خضار وفواكه، اي نعم فهل يعني الفواكه أو الخضار اللي فيها حموضة أو حامضية ندرجها بعد كذلك تحت الأغذية القلوية؟ جميع الخضروات، لان الاغذيه اللي احنا نحس مذاقها حامض نعم لما توصل للمعده تتكسر الى تنهضم الى اخر شيء الى معادن قلويه، يعني هاي سبحان الشيء اللي احنا الله. ناخذها حامضيه صح تنهضم تنهضم المعادن او المخلفات تكون قلويه، وهي المخلفات هي اللي يمتصها الدم ويصير الدم متعادل قلويا. نعم، يعني ما فقط في الذوق، يعني التذوق اللي عندنا، يعني ما اي بشرط اني انا ذوقت لا هذا حامضي، لا هذا اي نعم حامض يعني هذا حامضي. لا هذا معناته ان الخضروات والفواكه الحامضيه تتحول الى قلويه لانها تتكسر، هاي الحموض تتكسر نعم فتصير نهايتها هاي المعادن هذه قلويه. صحيح، وهذا جدا مهم كذلك، لأن نعم دائما نحن نربط أن الأغذية الحامضية أن اللي على حسب طعمها. اي فهذه هاي المعلومه يعني يمكن مفهومه خاطئ، لكن في الاساس هي القلويه، يعني الاغذيه الحامضيه تتحول الى قلويه اللي هي الخضروات والفواكه مثل الحمضيات، احنا نقول الفواكه الحمضيه صحيح، هاي تتحول الى قلويات. ومعظم مثل ما نقول معظم الفواكه فيها نسبة حموضة كذلك، إيه. فعشان كذي طبعا أستاذة عفرا احنا تكلمنا عن أهمية التنوع الغذائي طبعا،
وركزنا على هاي النقطة كذلك، وركزنا على أهمية يعني التوازن بين الأطعمة الغلوية والحامضية. حابين نتأكد أو نتعرف أكثر عن هل هناك أضرار معينة إذا أفرطنا في تناول الأغذية القلوية وركزنا عليها أكثر من إينا. الأغذية طبعا الثانية؟ هو عكس ما ذكرناه سابقا من فوائد رفع القلوية في الجسم. احنا ما قلنا فيه إلا فوائد، لما قلنا إن القلوية تزيد من نشاط الجسم، تقوي الجهاز المناعي، مقاومة أكثر للأمراض. صحيح. فلما احنا نزيد في القلوية إذا الجسم في ردة فعل عكسية، يعني نفس اللي كان فيها الفوائد لا تصير عكسية، تقل مقاومة الجسم، تصير عنده مشاكل صحية أكثر وضغط أكثر على الجسم، حتى لأن طاقة الجسم دائما الجسم، له معادلة. نعم سبحان الله، حتى طاقة الجسم أكيد يعني تتأثر. كثير كثير تتأثر بهالإشي كثير، لأن يقولك إذا زادت الحامضية الجسم كامل يحس بالثقل في الحركة واكتئاب وضيق وما إلى ذلك، زادت الحامضية. وإذا احنا رفعنا القلوية فاحنا نحسن من نشاط الجسم والتركيز وما إلى ذلك. إذا احنا لعبنا في درجة الحموضة والقاعدية في الجسم بنرجع إلى البداية، يعني إلى المشاكل الصحية مرة ثانية. وخلنا نركز على كلمة إذا زدنا، يعني القلوية إذا زدناها، القصد منها إذا زدناها في المعدل الطبيعي، ما بفوق المعدل الطبيعي بحيث أنها تكون غير طبيعية. المعدل الطبيعي لقلوية الدم هي من 7 إلى 7.45. نعم إذا زدنا عن هذا تبدأ اللي هي المشاكل الصحية. فوق ال 45 حد حددها ب 40، 7.4 حد عددها 7.45، فأكثر من كذي تؤدي إلى المشاكل الصحية العكسية اللي ذكرناها. صحيح، وسبحان الله هذا يعكس لنا دور التغذية حتى على الجسم ككل، يعني على طاقة الجسم، على نفسية الشخص، على حتى إصابته بالأمراض. نعم، لأن التغذية تعمل توازن كامل في الحياة، مش بس في البدن. توازن، إذا أنا توازن جسمي فبيتوازن نشاطي، بيتوازن إنتاجي في الحياة. صحيح، يعني هي دورة كاملة متكاملة، يعني ما نروم إن فارت منها أو جزء منها نخل فيه. يمكن أشياء بسيطة نوفرها لنفسنا في اليوم يمكن تقينا من أمراض كثيرة، ويعني كذلك تمدنا بطاقة وحيوية طول اليوم وطول سنين طويلة كذلك من عمرنا. نعم. أستاذ عفرة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. طبعا أنصح مستمعينا بالتوازن في الأكل، التوازن الأكل في الخضروات، في الفواكه، في اللحوم، لازم تكون شاملة كل شيء، في الأجبان، في الألبان. يعني نختار نوعيات الأكل والكميات، لازم نحرص على الكميات هذه توافق نشاطنا الحركي، النوعيات توافق سنة، توافق سنة. يعني مثلا في عندك أشخاص إحنا نسمح لهم مثلا بالألبان كاملة الدسم، وفي صحيح، أشخاص لازم خصوصا مع كبار السن واللي عندهم مشاكل القلب والجلطات قليل الدسم. فهو لازم هي معادلة، يعرف الإنسان شو ياخذ من نوعيات الأكل وكمياتها، لكن ما صحيح، يحرم نفسه من أي شيء عشان جسمه يتوازن فيه، لأن هاي كلها احتياجاته. صحيح. ونركز على كلمة أنت قلتيها صراحة وأشكرك أنك ذكرتيها، نوعية الأكل وليس الكمية. نعم صحيح، وهاي جدا مهمة كذلك. الأستاذ عفرة بن كت، تخصصية التغذية السريرية ورئيس قسم التغذية بمستشفى دبي، شكرا لك. العفو. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التغذوية، وتكلمنا عن أهمية الأغذية القلوية وارتباطها بصحة الجسم. طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في فقرتنا الحين بنتحدث عن مرض الهيموفيليا، وهو أحد أمراض الدم، وهو اضطراب نادر
يتسبب في عدم تجلط الدم بشكل طبيعي بسبب نقص البروتينات اللازمة لعملية التجلط. وللحديث أكثر عن هالمرض والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرضى في هالمجال، يصيرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور حسن محمد الياسين، أخصائي أول بقسم أمراض الدم بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور حسن. صبحكم الله بالخير والنور إن شاء الله. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم. طبعا دكتور، خلنا نبدأ عن مرض الهيموفيليا، بس حابين نتعرف أكثر عن هذا المرض. نعم، هو مثل ما تفضلتي أختي الكريمة، مرض الهيموفيليا هو مرض وراثي نعم. ناتج عن اضطراب جيني، خلل في الجينات اللي بالنهاية تكون البروتينات المطلوبة لتخثر الدم. وهذا المرض الحقيقة عدة أنواع، يعتمد على نوع البروتين اللي ناقص في الدم. فحاليا يعني أنواع الأساسية هي 3 أنواع: الهيموفيليا A وهيموفيليا B وهيموفيليا C. بالنهاية الأعراض هي متشابهة الحقيقة بين الأنواع الثلاثة، ولكن طبعا العلاج يختلف، لأنه العلاج يعتمد على نوع البروتين الناقص. نعم. مرض الهيموفيليا اللي بالعربي اسمه ناعور أو مرض النسف الوراثي، مثل ما قلنا هو مرض وراثي. ف يعني طرق الوقاية منه يعني هو بالحقيقة يعني إن واحد يستشير قبل الزواج، استشارة أو التحاليل الطبية كذلك قبل الزواج والتأكيد على نعم المرض نعم نفسه. نعم أي فبتجنب يعني الزيجات اللي داخل العوائل المصابة تقل حالات الأطفال المصابين بهذا المرض. نعم. أما أنه هل من الممكن أنه هل يوجد علاج ينهي المرض؟ لحد الآن الطب ما توصل إلى علاج يعني يؤدي إلى شفاء كامل للمرض. العلاجات المتوفرة هي تمنع حدوث النزيف أو تعالج النزيف بعد حدوثه. نعم. وطبعا هو أكثر إصابة أو أكثر انتشارا بالذكور، لأنه الجين المصاب محمول على الكروموسوم الأنثوي اللي هو الأكس، فالذكورة تتحدد بالكروموسوم الأنثوي والكروموسوم الذكوري يعني الأكس واي. فلما يكون الكروموسوم الأنثوي هو المصاب نعم. مباشرة يظهر المرض على الذكور، ولكن بالنسبة للإناث اللي هم يحملون كروموسومين أنثويين يعني XX نعم تكون حاملة للمرض ولكنها غير مصابة، بس تورث المرض إلى أبنائها سبحان الذكور. الله، نعم عشان كذي يكون أكثر هو معرضين له الذكور. الذكور، نعم الذكور. نعم دكتور، كيف يعني يتشخص أو يجيب المريض بأي أعراض ويبتدي تشخيصه؟ نعم، الأعراض طبعا هي نزفية، بمعنى أنه حدوث نزيف تلقائي نعم أو بعد إصابة، بس في أغلب الأحيان يكون النزيف تلقائي. والنزيف يصيب يعني الأغشية المخاطية والمفاصل والعضلات. الأغشية المخاطية أو الطلائية نقصد بها نزيف من الأنف، يعني رعاف، نعم نزيف اللثة، نزيف تحت الجلد على شكل كدمات نزفية. ومن الممكن أيضا أن يظهر نزيف في الجهاز البولي أثناء التبول، أو نزيف في الجهاز الهضمي مع البراز. نعم. وطبعا أي يعني من الممكن لا سمح الله أنه حتى يصير نزيف بالدماغ أو نزيف داخلي في الحالات الشديدة. نعم. التعرف على المرض من خلال الأعراض هو يعني من خلال حدوث نزف تلقائي في أماكن مختلفة من الجسم. نعم. بالنسبة للأطفال الصغار يعني ممكن في بعض الأنواع يصير نزيف من الحبل السري، في نوع من أنواع نادرة من نقص العوامل الوراثية، صحيح، ولكن في أغلب الأحيان يكتشف المرض لما يبدأ الطفل بالحركة والحبو، لما يبدأ يحبي على الأرض ويتعرض إلى يعني إصابات
فتظهر كدمات على الطفل، فالأهل ينتبهون إلى وجود شيء غير طبيعي والفحوصات تكشف الحالة. نعم، وصحيح الدكتور، يعني هو يكون مرض وراثي فبيطلع أكثر على الأطفال من البداية. نعم بالضبط، نعم هو مرض وراثي فهو يظهر على الأطفال من البداية، ومن النادر جدا أنه يعني أو من غير غير الطبيعي أنه الإنسان مثلا يعيش بدون أي أعراض نفسية لما يبلغ مرحلة البلوغ أو لما يوصل إلى الشباب يظهر عند المرض. المرض هو الأعراض هو نعم، الأعراض تظهر أثناء الطفولة. أثناء الطفولة. دكتور، مثل ما بينت، خاصة بالنسبة للأطفال أول ما يبتدي يحبي أو يمشي الإصابات تزيد عنده، فتبتدي تطلع عنده الكدمات. طبعا الأطفال في هذا السن معظمهم بنلاحظ أن عندهم كدمات في أجسامهم، أساس طبعا يتعرفون على الوسط اللي عايشين فيه، إصاباتهم تكون أكثر. فكيف يقدرون الأهل يفرقون بين هذه الكدمات والكدمات اللي تكون عن أو اللي هي أعراض الهيموفيليا؟ الكدمات تكون تلقائية، الكدمات العادية اللي تكون عند الأطفال هي نتيجة يعني إصابة معينة، بس بالنسبة للأطفال تكون تلقائية، يعني تظهر الكدمة بدون إصابة، هاي يعني حالة واحدة. الحالة الثانية حتى إذا صارت إصابة الكدمة تكون يعني حجمها وانتشارها أكثر مما هو متوقع من الإصابة، يعني تكون كدمة شديدة نعم، وقد تكون في أكثر من مكان ومتكررة. يعني أن الإصابات العادية في أثناء مرحلة الطفولة ما راح تكون متكررة في نفس الطفل صحيح بشكل يلفت الانتباه، لما صحيح، يعني عندما تتكرر الكدمات بشكل ثابت فهذا يكون مؤشر على وجود خلل، نعم يعني يستوجب انه الواحد يبحث عنه ويراجع الطبيب. صحيح. دكتور، في فحوصات معينة تنعمل أساس يتشخص الطفل أو يتشخص الشخص بأن عنده مرض الهيموفيليا؟ بالتأكيد هو توجد فحوصات يعني مصلية للمستوى العوامل التخثر في الدم، نعم، هذا رقم واحد. وابتداء في فحوصات تكشف سيولة الدم، يعني في فحوصات أولا تكشف أن السيولة في حالة طبيعية وفي حالة غير طبيعية اللي هي البي تي والبي تي تي، نعم، فهذه إذا زاد معدلها عن المدى الطبيعي معناتها هناك نقص في أحد عوامل التخثر. بناء على هالفحوصات اللي راح تظهر غير طبيعية يتم تشخيص أي عامل من العوامل هو اللي ناقص، لأنه قلنا في هناك أكثر من عامل صحيح من عوامل التخثر، وهناك فحص خاص بكل عامل، يعني يوجد فحص خاص بالعامل الثامن، يوجد فحص خاص بالعامل التاسع والعامل الحادي عشر، وهكذا لكل عوامل التخثر في الدم يوجد فحص مصلي خاص بهذا البروتين أو العامل. ممتاز. طبعا دكتور، العلاج يختلف من شخص لآخر ولا طريقة العلاج كذلك؟ العلاج الحقيقة يعني ما يختلف من شخص إلى آخر، يختلف من نوع إلى آخر. نعم، يعني الهيموفيليا أي أو ناعور الألف اللي هو نقص العامل الثامن يستوجب تعويض العامل الثامن، الهيموفيليا بي اللي هو نقص العامل التاسع تستوجب تعويض العامل التاسع، ولكن فيما بين الأشخاص يعني أصل العلاج هو راح يكون نفسه. إذا مثلا شخصين مصابين بالهيموفيليا أي لازم ياخذون العامل الثامن، نعم، الاختلاف في الجرعة وال يعني والتوقيتات. طبعا الطب يفضل دائما أنه يكون العلاج وقائي، بمعنى أنه حتى في حالة عدم وجود نزيف الأشخاص المصابين بالهيموفيليا إذا كان بالمقدور أن يعني يأخذون جرعات وقائية نعم، مرتين أو 3 مرات في الأسبوع تقيهم حدوث أي نزيف في
في أي مكان من الجسم هو هذا الحقيقة الحل الأمثل، هذا نعم. الحل الأمثل للحالة. ولكن إذا هذا المكان متيسر فعلى الأقل أنه بعد حدوث نزيف يعطى المريض المصاب العامل الخاص بحالته، وتختلف الجرعة حسب مكان النزيف والعضو المصاب ووزن المريض. نعم دكتور، حابين نتعرف أكثر عن وسائل أو طرق الوقاية سواء من المرض، احنا ذكرنا انه مرض وراثي، وثاني شيء اذا تشخص الشخص بالمرض الوقاية من المضاعفات اللي بتكون تابعة لهذا المرض. نعم، اما بالنسبة للوقاية من اصل المرض فمثل ما يعني ذكرنا الوقاية تكون بالاستشارات العائلية قبل الزواج. نعم. والفحص العائلي قبل الزواج، ف يعني يفضل انه اذا كان هناك احتمال انجاب ولد مصاب ذكر مصاب بهذه الحاله يعني تجنب هذه الزيجه لمنع يعني انتاج ولد مصاب بمرض مزمن في الحياه. اي فالاستشارات العائليه قبل الزواج هذا طبعا هنا عده نصائح عامه تقلل من المضاعفات او من يعني احتمال حدوث نزيف. مثلا ينصح الاشخاص المصابون بهذا المرض بالاهتمام الشديد بصحه الاسنان والفم تجنبا لحدوث التلوث وتجنبا لحدوث او ل يعني لحدوث موجب لقلع الضرس. نعم. ما دامت الأسنان في حالة صحية جيدة فإذا المصاب ما راح يضطر أنه يقلع أضراسه. صحيح. وقلع الضرس طبعا مشكلة لأنه أكيد راح يكون مصحوب بنزيف شديد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، على خلاف الاعتقاد الشائع بأن الرياضة غير محبذة، بالعكس الرياضة غير العنيفة، احنا نشجع الأشخاص المصابين بالهيموفيليا على ممارستها مثل المشي الهادئ والسباحة. ليش؟ لأن هاي الرياضة راح تقوي العضلات، وبذلك تقوية العضلات وخصوصا الأطراف السفلية راح تحمل المفاصل. المشكلة الرئيسية الحقيقة أو من أهم المشاكل الرئيسية في الأمراض النزيفية هو النزيف المفصلي. النزيف المفصلي اللي هو عندما يكون متكرر راح يؤدي إلى تلف المفصل. نعم. وبذلك يستوجب طبعا تداخل جراحي. فالرياضة الهادئة مثل السباحة والمشي يقوي العضلات ويحمي المفاصل. طبعا أحب أنبه أنه إذا مورست الرياضة وخصوصا السباحة، وخصوصا السباحة يجب أن يكون الشخص المصاب اللي قاعد يمارس السباحة ما يكون يمارسها بمفرده، لازم يكون أكو أحد معاه حتى لا سمح الله إذا صار نزيف أثناء السباحة طبعا راح يضطر يعني ما راح يقدر يكمل السباحة، فلازم على الأقل يكون أحد منقذ يعني موجود. فهاي الاحتياطات لازم واحد ينتبه لها. صحيح، هاي نقاط جدا مهمة دكتور ركزت أنت عليها. أي نعم نعم، كثير من المصابين هم شباب والشباب يحبون صحيح. الرياضة ويحبون يكونون مثل أقرانهم وما يكونون محرومين، ف مثلا يحبون يلعبون كرة قدم أو يلعبون تنس أو يلعبون كرة سلة، هذه هن أنواع من الرياضات خطرة جدا بالنسبة للمصاب بالهيموفيليا ويجب تجنبها. مجرد إصابة الرأس أو بكرة الكرات هاي ثقيلة يعني صحيح. إذا ضربت الرأس فقطعا تؤدي إلى نزيف. صحيح، خاصة أن الإصابة تكون يعني هم لو نقارن بأي شخص طبيعي بتكون أي ضربة بسيطة تؤدي إلى نزيف، يمكن الأشخاص السابق يعني طبيعيين ما تكون عندهم أي ضربة بسيطة بتؤدي إلى نزيف. بالضبط. فيجب تجنب هالألعاب اللي هي احنا نسبيا بالنسبة للمصابين بالأمراض النزيفية راح تكون عنيفة مثل كرة القدم، كرة السلة، الهوكي، قطعا الملاكمة، البوكسينج، شد مك. صحيح. ما لازم يمارسوها الشباب المصابين بهالنوع من الأمراض. فقط المشي، السباحة، يعني هاي الرياضات اللي تؤدي إلى تقوية الجهاز العضلي بهدوء. نعم. الشغلة الثالثة اللي حبيت أهم أنبه عليها أنه يكون في بطاقة تعريفية بالمرض
نعم دائما بطاقة حتى لو تكون يعني مكبوسة يعني مكبوسة بشفاف بحيث تكون يعني محمية من التلف، وتكون دائما بجيب المصاب يحملها أينما ذهب. يعني هذه حياة، صحيح المفاجآت متوقعة بالحياة، صحيح مثل ممكن أن يكون هناك حادث في أي لحظة في أي مكان، حادث سيارة، حادث عمل، واحد يدوخ ويسقط ويصاب، يعني الحياة مليئة بالمفاجآت. فحتى الجهة المسعفة، الجهة المسعفة اللي تجي ويعني تحاول تتعامل مع الحالة، تشوف هذه البطاقة وتعرف أن هذا الشخص مصاب بهالمرض. نعم فبطاقة تعريفية بالمرض ضرورية. صحيح، تسهل أشياء كثير، يعني بيتلقى نعم العلاج بسرعة أكثر من أن ينتظرون بالضبط نتائج تحاليله والأشياء بالضبط الثانية. بالضبط. ولو احنا الحمد لله في يعني الحمد لله دولة متطورة، والجهاز الحمد لله. الرقمي والإلكتروني موجود، وكل مقيم ومواطن عنده رقم، صحيح بس مع ذلك وجود مثل نوع البطاقة مثل ما تفضلتي حضرتك يسرع في يعني التعامل مع الحالة بالشكل الصحيح. نعم دكتور، حابين نتعرف أكثر بعد عن مضاعفات مرض الهيموفيليا. نعم، المضاعفات طبعا متعددة، من أهم المضاعفات مثل ما ذكرنا المضاعفات المفصلية نعم اللي تصيب المفاصل، وقد تصيب مفصل الركبة، مفصل الكاحل، مفصل الحوض، مع تكرر النزف هذا يؤدي إلى تلف المفصل، وقد يستوجب في بعض الأحيان تبديل المفصل بشكل يعني جراحيا نعم أو إجراء عملية تصحيحية للمفصل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من لا سمح الله إذا صار نزف داخلي سواء بالدماغ أو نزف تجويف البطن، فأيضا ممكن طبعا نزف الدماغ لا سمح الله يعتمد على مكان النزف وشدة النزف، قد يؤدي إلى يعني شلل أو غيره. النزف العضلي الشديد إذا كان كبير ومتكرر من الممكن على المدى البعيد أنه يؤدي إلى تليف بالعضلة، فإذا العضلة تليفت طبعا راح تفقد وظيفتها، صحيح فهذا قد يؤدي مثلا إلى عرج، مثلا إذا العضلة المصابة هي واحدة من عضلات الساق ما راح تكون مشي طريقة المشي طبيعية. فهذه أهم المضاعفات الحقيقة. صحيح، يعني يعتمد على مكان النزف وين يعتمد يكون، على نعم، فالأثر يكون على مكان النزف وين يكون، فتكون المضاعفات على نوع مكان النزف، وأي مكان يمكن يتعرض للنزف خلال فترة يعني حياة الشخص المصاب بالهيموفيليا. بالضبط بالضبط. ونركز نفس ما ذكر دكتور على موضوع الوقاية كذلك، والأشخاص يهتمون أكثر من ناحية إذا بيقدرون ياخذون الجرعات إذا مرتين خلال الشهر، أو ذكرتنا خلال خلال الشهر أو الأسبوع حسب خلال الأسبوع، يعني هالشيء بيعطيهم وقاية أكثر من الإصابة بالنزف والتأثير على جسمهم. نعم. دكتور طبعا في خدمات تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرضى المصابين في بالهيموفيليا، فحابين نتعرف على هذه الخدمات بوجازة يعني خلال دقيقة واحدة. نعم طبعا هيئة الصحة تقدم خدمات يعني متطورة لمرضى الهيموفيليا، ابتداء من الخدمات التشخيصية المتمثلة في تحاليل الدم المتنوعة الخاصة بتشخيص كل أنواع الهيموفيليا حقيقة وكل أنواع أمراض النزف الوراثي. هناك تحاليل خاصة بهذه الأمراض على الرغم من تنوعها وتعقيدها في بعض الأحيان، بس الحمد لله التحاليل موجودة، فممكن أنهم يشخص النوع بدقة، نوع الهيموفيليا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، العلاجات والحمد لله متوفرة، يعني العامل الثامن والعامل التاسع كلها متوفرة ومتاحة في هيئة الصحة والحمد لله. الحمد لله يعني من الممكن الحصول على هذه العلاجات حسب حاجة المريض ممتاز يعني الأساليب الإدارية القانونية.
الشغلة الثالثة الحقيقة خدمات مصرف الدم، نعم يعني في حال أنه العلاج المريض غير قادر على الحصول على العلاج، فمن الممكن إعطاء بلازما أو الراسب البارد، ومصارف الدم في هيئة الصحة الحمد لله مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات وقادرة على تجهيز المرضى المصابين بهذه لمشتقات الدم على اختلافها. الحمد لله. دكتور حسن محمد الياسين، أخصائي أول بقسم أمراض الدم بمستشفى دبي، شكرا لك على شرحك الوافي لمرض الهيموفيليا. عفوا، والله يحمي الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور حسن. عفوا عفوا، أهلا وسهلا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة وتكلمنا فيها عن مرض الهيموفيليا. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق ميرا الغفلي، في الإخراج وائل القواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. صحة وسعادة.